هي لسنة 2019. يطيب لي أن أغتنم المناسبة بالاحتفال بذكرى 67 لتأسيس الشرطة الجزائرية المصارفة للدنيا 2020-2019 التي استطاعت أن تجمع فيها جذور فجر الاستقلال ويكون في مدينة لجنة صلبة تتقدم بحرف تلالي وأصلح الثمن إلى جميع منتسبي المواطن. كل واحد من موقعات يذكر الجميع بأهمية هذا الحدث وهي كلاسيك للطابع المعنوي الهام بعدة أمور في الذاكرة وفي ضمائرها، كونه يمثل الجزائريين برمتهم محطة بارزة تستوقفنا كل الطغرة الغريبة في تاريخ الشعوب تبواها بالحرية والانعدام عبر العصور والأزمنة. يعيش فريق المليون مكان ومؤسسات كانت الدم والأمان والمستقبل. من هذا المنظر ولإعطاء الحدث وزنه الحقيقي يجب أن لا ننظر إلى هذه المناسبة بطريقة سطحية ونعتبرها مجرد احتفالية عابرة فقط، بل يجب إعطاؤها قدرا كبيرا من الأهمية التي تليق بمستواه التاريخي والمعنوي ونستلهم منها كل العبر. فعلينا إذا استغلال هذه الفرصة لنقيم أعمالنا ونجدد العهد مع من سبقونا للتضحية في سبيل نشر رسالة الأمن في جيل من جيل المهام المنوطة بنا في مجال صون أمن المواطن وممتلكاته في ظل التطبيق الصارم للقانون والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. كما لا يفوتني هنا أن أثني على الجهود المبذولة في الميدان والبادية نتائجها الإيجابية للأعيان الجديدة تقيميها في مثل هذه المناسبة مما يهم بل يؤكد مدى قوة أبناء هذا البلد العزيز بوطنهم والجود عنه. ومجال الحدث شرعيا بامتياز يتم واسمه تقليد الأردن الذي نال شرف الترقية. أسلي بصفة خاصة لهؤلاء كل عبارات التهاني داعيا إياهم إلى أن يكون في نفس البلاد ومكافة الشعب الجزائري على هذا التتويج الباهر المستحق الذي حققه وحرمه الصحراء بكفاية مع الجدارة والاستحقاق لإنتاجه فيه مبهرين سكان القارة الصحراء قاطبة بكفاءات راقية وأوضاع رياضية عالية وأشكال حماسية روعة وجمالية من صنع المناصرين والمحتاجين تنقلوا بتشجيع فريقهم في حد من وصف الصحراء وتلاحم فلهم به جميعا